الشمشاح. اذا انا السلام عليكم متابعي ومتابعات قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في بث اخر عندنا من جماعه سيدي اسحاق اقليم الصويره. اذا نتمنى قبل ما نبداو انكم تاكدوا ان الصوت عندكم مسموع. قبيل البث كان فيه شويه ديال كيهرب ليه شويه الصوت بسبب الميكرو. سي محمد لاباس عليك؟ الحمد لله اسي. شوف تي في وعلى التواصل ديالهم لا مع الساكنه ولا معنا حنا كمجلس جماعي. مرحبا سي محمد، تبعتي معنا اللايف قبيله، شتي الساكنه ديال دوار الزعازعه اللي خرجوا هضروا على مشكل عندهم ديال الطريق. كان مشكل ديال الطريق، انا الطريق في حاله كارثيه وعندهم مشكل ديال الماء، انهم ما كيلقاوش منين يجيبوا الماء. كان واحد المحسن اللي كيعطيهم الماء شويه مالح، اذا كيديروا غير يوردوا به البيب ديالهم ويديروه الكوزينه والصابون وداك الشيء. وعندهم مشكل اخر ديال المدرسه، ان الوليدات كيضطروا باش ينتقلوا حتى الاقليم اسيو. وما جيتوا انتم دابا ما بين الحدود ديال اسيو الصويره، ولكن كينتقلوا لاقليم اخر على مستوى ديال 6 كيلومتر. وكاين فيهم اللي اضطر باش انه يخلي وليداته وبنياته، كيخافوا على البنيه كيخافوا على الوليدات انهم يحبسوا القرايه ديالهم. تدار انهم قال لكم يوم الوعود، يوم بان راه اليوم غدا العام الجاي كذا، قال لكم خشره والوعاء العقاري للجماعه الساكنه ديال الدوار شرط الوعاء العقاري، ولكن باقي ما وصلوا معاهم فين. سي محمد تفضل. مرحبا سي طه. بالنسبه للطريق اللي دزت مع سي طه، هذيك محسوبه على الاقليم ديال اسفي. بالنسبه للاقليم ديال الصويره، عندنا طريق اللي مهيئه في 2018 اللي فيها تقريبا 5 كيلومتر و600 ولا 5700، اللي هي من سيدي اسحاق من الجامعه ديال سيدي اسحاق الى دوار العزازه. حاليا راه هي هذه اللي فيها اللي تقريبا راك درتي فيها واحد اللايف قويله ولا الا باقي عندك. المهم راه هي هذه بالنسبه للدراسه ديالها على حساب الكودرون، راه هي محطوطه في المجلس الاقليمي وفي الجهه وفي الانضياج في العماله ديال الصويره. وحنا راه حنا خدامين ان شاء الله بحول الله باش تكون كودرون كاع، ماشي غير سميتو. دابا هذه هي مزيانه، هي ماشي هي دابا ماشي هي هذيك الطريق اللي دزتو مع قبيله، لان الطريق اللي دزتو مع قبيله محسوبه على الجماعه ديال المعاشات اسفي اللي هي اسفي. بالنسبه للماء، التيو ديال هذوك الناس مدينو في شهر 9 ديال 2021 بالنسبه للجمعيه ديال دوار الشياطات، هي اللي غتربط بيناتهم مع هما. عندهم حاجه واحده، هو الحفير ديال التيو. الميكرو عندك اسمه. هما الحفير ديال التيو باش يحفروا الربط على حساب باش يربطوا الديور ديالهم. هادشي اللي كاين هو الماء راه موجود. الماء من كيجي دابا؟ اها. وكاين ديال الشاطو اللي هو الا كنتي كانت الكاميرا تجيبو راه غادي تشوفوا الشاطو، راه هو هذا. دابا هاد الشاطو هذا منين كيتزود؟ من شي بير؟ كاين بير حداه تما لعند هذيك الجمعيه نفس اللي في دوار الشياطات. اها. الا بغى يربطوا منه تا هو، راه قالنا حنا مستطعين نعطوا منه، وراه الجمعيه هي اللي دات التيو ديالهم. هما قلنا اللي نديروا جمعيه ما داروهاش. المهم الجمعيه ديال دوار الشياطات راه عندها التيو ديال دوار العزعزه. وشنو خاص دابا؟ خاصهم يحفروا التيو فقط. وانتم كجماعه ما تكلفوش بالحفير ديالها سي محمد؟ عندنا كجماعه حنا وفرنا التيو، وفرنا الطريق، عندنا دواوير اخرين كيعانوا ما لقاوش حتى التيو باش يخدموا، بغا يحفروا نيت وما لقاوش التيو. حنا سبقنا هاد الناس على ود كذا، وخصنا لا خصنا الماء خصنا هادي، سبقنا هاد الناس. وعندنا ناس اخرين كيتسناو تاهما التيو اللي هو مبرمج هاد الايامات ان شاء الله بحول الله اللي للقدام. واش التكلفه غاليه ديال الحفير ولا شنو دابا؟ شنو اللي كيتعاونوا الناس، ما كاينش شي تكلفه اللي كثيره. دابا الدواور الاخرين اللي مدخلين البرونشمون ديال التيو حفروا، انتم كتقداو لهم التيو وهما يحفروا؟ هما كيحفروا اللي سميتو، لانه الدواوير الاخرين كلهم داروا نفس الطريقه اللي هما كيحفروا، حنا كنخصصوا لهم التيو وهما كيحفروا على حساب الدور ديالهم. وبالنسبه للوحده المدرسيه، الطلب ديال الوحده المدرسيه، كاينه وحده مدرسيه في دوار العزازه، وحده مدرسيه كاينه في دوار الصويلحات، وحده مدرسيه في ولاد القادي. اللي حنا دفعنا الطلب ديالنا لوزاره التربيه الوطنيه واستجبت لينا، وفي الداخليه في الرباط اللي هو السيد البرلماني دفعنا ليه عاوتاني الطلب ديال هاد الساكنه كامله، ودينا الاحصاء ديال التلامذ كل بلاصه شحال فيها. دفعناهم اليوم وراه استجبت لينا وقالت لنا خصصوا الارض. وفعلا اللي هو السيد هشام قاشه من دوار ديال من دوار عزعزه جابنا الارض، وعبد الله الصبان اللي من دوار الصويلحات حتى هو خصص الارض،
وكاين واحد التوبه اللي خص لينا الارض بالنسبه للدوار ولا القاضي ولا دفعناهم ولا مستاجبوا لنا، لانه قلنا هذه الايام ان شاء الله الحمله غادي تكون واحده الدراسيه اما السنه ولا 2023 ان شاء الله. دابا اذا المدرسه هي تبرمجات قاري في 2023 تقدر تكون ان شاء الله تقريبا ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه للطريق راه هي الطريق عندنا مهيئه خاصه الى القدرون احنا تابع الوثائق ديالو. بالنسبه للماء هذوك الناس الا صبحوا يحفروا المده ديال 15 يوم 20 يوم غيكون عندهم الماء. وما تقدروش انتما سي محمد مشاتكم كرئيس مجلس انكم ديروا المبادره هنا وتقدموا لهم شويه ديال المساعده في هذا الشيء ديال الحفير. المساعده الا تعاونوا وتجمعوا ما الا تعاونوا وتجمعوا ما غادي تخصم والو. عندهم تراكتور باش كيحفروا تراكتور كيديروا فيه ديك البلابه اللي كتحفر تحفر جنب الطريق والخدامه كيتبعوها وكيشطبوا البلاصه وكيدوزوا التيو ديالهم. هذا هو اللي عندهم ماشي شي حاجه اللي تكلفه كبيره ولا هادشي كامل 5000 درهم 6000 درهم فايته من فوق. اوكي دابا الا كانت الوضعيه الانخراط ديالهم في الجمعيه راه ضروري كاين تقريبا واش 1000 درهم ولا 800 درهم باش يدخلوا الماء للدور ديالهم. هادشي اللي عندهم وراه غادي يكون عندهم الماء ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للونيب مجهزه راه فيها الماء السقايره فيها الماء. بالنسبه باش ديال الجمعيه اللي هو عندهم الشاطو راه ممكن حتى هي راه ممكن الجمعيه راه هي مسهله معنا الامور ان شاء الله بحول الله. ولا حنا عندنا اتفاقيه معها ديال سميتو. شكرا للناس ديال شوف تي في وشكرا للاستجابه ديالكم. مرحبا مرحبا نتمنوا المره الجايه ما نحتاجوش كاع ننتقلوا نتمنوا يكون التواصل تفتح القنوات ديال التواصل ما بينكم وما بين الساكنه بيننا وبين الساكنه الجماعه قريبه اليوم. حنا هاد الناس راه كاملين ديولنا وحنا ديولهم اي نهار رجعوا عندنا راه حنا كنستقبلوهم وكندوي معاهم وراه حنا حتى دابا مستجابين اليوم لكل نهار ان شاء الله بحول الله. وقت اللي جاو عندنا مرحبا بهم. تبارك الله عليك سي محمد بعدا راك خرجتي بعدا عندنا تجاوب هذه بادره طيبه تبارك الله عليك سي محمد. اشكركم متابعينا ومتابعتنا الكرام على المتابعه ديالكم هذا البث المباشر هنا من اقليم الصفيره بالضبط من جماعه سيدي اسحاق. نقول لكم اسعد الله مساءكم الى بث قادم ان شاء الله.